ريما البنا موهبة شابة مجموعاتها تتميز بالألوان الزاهية والساطعة التي تعبر عن المرأة القوية والأنيقة. تميزت آخر مجموعاتها بزخارف مستوحاة من الطعام اليومي، بالإضافة إلى طبعات مرسومة يدويا لفناجين القهوة والصحون الممزوجة بتصاميم هندسية. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو مصممة الأزياء ريما البنا. صباح الخير ريما، أهلا وسهلا. صباح النور، كيف الحال ريما؟ يمكن عندك أكثر من كولكشن خلال الفترة الماضية، ريت تحدثين عنها شوية. عملت أول كولكشن كانت كولابريشن مع ذوي احتياجات الخاصة، عملنا كولكشن عن فريدا كالو، كان الثيم فريدا كالو، ويعني كان البرنتس قويين والكتس فيري يعني architectural، بسيطة تكون أكثر. طيب خلينا أركز على موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عملتي معهم، أخذتي رسوماتهم وبدأتي تصممي على هذا الأساس؟ نعم بالضبط. أول شيء اتفقنا أنه يعملوا بروجكت عن فريدا كالو الارتست المشهورة، لأنه هم حسوا أنه في بينهم يعني اشتراك، هي كانت بتعاني وهي كمان بتحب الرسم، هم رسامين كتير مبدعين. فاشتركنا واخترت الرسمات اللي حسيت انه بتلبق على البراند تبعي، ولعبت فيها بالجرافيك ديزاين. انا جرافيك ديزاينر قبل ما اكون فاشن ديزاينر، ساعدك هذا الموضوع كثير كثير ساعدني. فعشان هيك كل الكولكشنز بحب اعمل يعني اي سكتش، بحب اعمل رسومات بايدي، رسومات عليها. من بعدها هم خلوني استوحي اني ابلش كل البرنتس الكولكشنز التانيين، صار كله بس برنتس كلها مطبوعة أكثر. مطبوعة تعتمد على. طيب ما أعرف، أنت تتميزي يمكن أو تحبي تكون أكثر القصات اللي الفساتين أو التصاميم يكون فيها شوية جرأة، صح؟ كيف تشوفي انطباع المرأة العربية مع هذه القصات؟ صراحة أنا المرأة حسيت المرأة العربية دائما بتحب تدور على أشياء مختلفة وجديدة ويونيك، فحسيتها انها متقبله للموضوع وكثير يعني عم بحبوا القصات والالوان وحتى يعني مش بس هيك الكولكشنز، دائما بحب يكون الفينيشينج اهم شيء، يعني يكون التيلرينج بيرفكت، يكون الشكل النهائي جميل. طيب خلينا نتكلم عن موضوع دائما في مصممين بيستوحوا كثير من الامور من اشياء مختلفه. أنا أبغى أعرف كيف بيجيكي استوحاء مثلاً من الوجبات أو من الصحون. أنا أول شيء كنت براقب، أنا كثير براقب اللي عم بيصير حوالي، فالعالم بنكون عم نتعشى بلاقيهم عم بيصوروا الأكل قبل ما ياكلوه، فعم بحس إنه يعني why don't you enjoy it. فطلعت على الصور اللي كان البلوجرز عم بحطوها على الانستغرام وعلى السوشيال ميديا، وكتير حبيت يعني البالانس والصور، فحبيت اعمل ما اكثر صور الاكل في الانستغرام مليان، ما حتتعبي. عشان هيك فاذا حتستوحي اشياء كثيره عموما. كثير. طب كلميني عن موضوع البوكسينج. البوكسينج كولكشن كان صراحه one of the best collections اللي عملتهم. انا كنت احب اعمل بوكسينج يعني بالحياه بالرياضه عشان اغير، ولقيت انه الاليمنتس على البوكسينج كثير مختلف، يعني ما حدا عمله قبل هيك من الديزاينرز، ف يعني طورته وطلع معي البوكسينج. البوكسينج كولكشن. كيف شايفه تقبل الناس للاشياء الغريبه، البوكسينج او الصور الاكل والصحون على الملابس، متقبله من السيدات حابين؟ انا حسيت انه في كثير اقبال عليها، يعني كثير حبوا الاشياء الجديده. يمكن اعمار الشباب اكثر او اعمار معينه الصغار؟ صراحه لا، هي شخصيه المراه بتحسيها بتكون هي شوي متفائله ومبسوطه، بتحب تغير وتجرب اشياء جديده. طيب شو القادم؟ القادم هو كولكشن عن الساوند والميوزك. يعني ان شاء الله راح يكون اللونش كثير قريبا، يعني اتس مور اوف يعني الريبيتيشن والريذم والبرنس، راح يكون عباره عن يعني راح تحس انه في موسيقى جايه. جميل. جميل جدا. ما نشوف الصور ممكن زي هذه الصور الان اللي على الشاشه، ممكن تكلمينا عن التصميم هذا؟ انا كاني شفتها ميكي ماوس من بعيد ترى. انا كمان انا شفتها ميكي ماوس ولا لا؟ مو كذا؟ لا لا صحون. لا ميكي ماوس صحون.
صح انه يعني حتى بنظاره ماني شايفه كويس. هذا كنت مستوحيه من اصل بصل. من البصل. انا حبيت يعني اعمل فكاهه عن هالموضوع لاني انا من الناس اللي ما بحب البصل بالضبط. فحبيت انه بس يعني اعيد ال طيب وهذا هذا عباره عن فواكه عباره عن فواكه ليمون اند توميتوز. هذا هذا اكثر عن القصه يعني الاركيتكتشر. طيب جميل. بالتوفيق عموما احنا ننتظر خاصه موضوع الميوزك انا جدا يهمني فننتظر هذه المجموعه ان شاء الله. مها ان شاء الله تشتري منها اكيد طبعا. تنضم طبعا. شكر نشكر في الاستوديو كانت معنا مصممه الازياء ريما البنا. شكرا لك. شكرا لكم. يعطيك العافيه.